هذه الوقفه جينا بالتضامن مع الاخوان مهنيين محاسبين معتمدين بالمغرب، جينا باش نبداو الرعي ديالنا ونضمنوا معاهم في شان قانون الماليه 2023 وبالخصوص منها فيما يتعلق بالاجراء الخاص بالاقتطاع من المنبع، لانه في نظرنا هذا الاقتطاع في الحقيقه ما خدوش يكون، لان حنا كنصرحوا سنويا بالمداخل ديالنا عن طريق دفتر الميزانيه الضريبيه، كنعطيو المداخل ديالنا وكنخصموا المصاريف ديالنا وكيبقى لنا ارباح الا كاينه. دونك هذه من جهه، من جهه اخرى كنعتبروا هذا الاجراء الضريبي بانه راه ماشي لصالح دابا المكاتب بعدا اولا، لانه غادي يضطروا يخلصوا تقريبا واحد 60% من مداخل ديالهم، وهاد 60% غتاثر لهم على تدبير المكاتب ديالهم، غادي يكونوا مضطرين في اغلب الاحيان باش يقوموا بفصل بعض الموظفين لمواجهه المصاريف اللي حقيقه تلعت الضريبه. الضريبه غادي كما قلت لك غتمشي لنا واحد 60% غير 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 كمصاريف اللي غادي يتحملها المكتب. فكنطلبوا من الدوله باش يعني تلغي هذاك الاجراء 15 مكرر و45 مكرر، واعاده الامور كيف كانت على حالتها، والمكاتب راه هي اهل، هي كتعمل التصريحات ديالها، وهذيك الساعه اذا الضرائب لاحظت بان التصريح ماشي هو ذاك راه عندها وسائل ديالها كتفتيش ضريبي وكبعض الاجراءات اخرى. يعني واش هناك نوع من الاستهداف لهذه المهن الحره انتم كمحاسبين الى جانب باقي المهن الاخرى؟ المحاسبين المعتمدين وباقي المهن بالنظر لمجاربي في الساحه هما كيدخلوا في اطار لـ 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 اطار لا كلاس موين، يعني فوالا. دونك هاد الناس هادو هما اللي كيكونوا واحد لاسيز، واحد لي فراش ديال اولا مسك الحسابات، كنمسكوا الحسابات لفائده اداره الضرائب، لان حنا كنقوموا بتحصيل الضرائب من عند الزبائن وكنبعثوها لمديريه الضرائب. دونك حنا محسنين وكنطلبوا من الدوله باش هي تاخذ بعين الاعتبار هذا العنصر وتلغي هذيك الاجراءات الضريبيه اللي ما فيها لا مصلحه لا للمحاسبين ولا للدوله ولا للمستهلكين، لان غنضطروا حنا الا قطعوا لينا 20% غنزيدوا على الناس وغنزيدوا على المقاولات الصغيره والمتوسطه اللي ماشي هي في حاجه لهذه الزياده دابا في الظروف الاقتصاديه اللي كنعيشوها.